درس كتير صغير اتعلمته كان له تأثير كتير كبير على حياتي وبكل علاقاتي بالحياة، إن كان مع إخواتي أو مع رفقاتي أو بشغلي أو مع ابني، وإله علاقة بالتغذية. حابة أخبركم عنه وخبركم شو علاقته بالتغذية. هذا الدرس الصغير علمني إنه لما لشخص قدامك يتصرف تصرف خاطئ، ركزي على التصرف الخاطئ. هيدا التصرف كان غلط، مش الشخص كان غلط. يعني مثلا اذا انا اليوم ابني ضرب حدا، هذا التصرف طبعا خاطئ، بيجي بقول له انه هيدا التصرف كان خاطئ، بس ما بقول له انت مأذي، انت غلط، انا مش فخوره فيك، انت ما بحياتك حيكون عندك رفقه اذا بضلك هيك. اليوم مش هو الغلط، تصرف الغلط. دراسات برهنت انه التصرف او الشيمينج، يعني انا لما اقول لشخص انت غلط، هذا الشيء ما بيؤدي انه هذا الشخص يغير هذا التصرف اللي هو عم بيعمله. يمكن غيره اليوم بكره هالاسبوع، ولكن على المدى البعيد ما بيؤدي انه هذا الشخص يتصرف بطريقه افضل. بالعكس، الشخص لما يصدق او يسمع حدا كتير قريب من قلبه عم بيقول له انه انت غلط، هذا الشخص بيحمل هول الاشياء معه كل حياته، وبتصرفه بيصير أسوأ وأسوأ لأنه هو مقتنع أنه هو حدا سيء وبيصير بيتصرف على هذا الأساس. وأيضاً منه شيء motivating أو بشجع. يعني أنا اليوم إذا بجي بقول لحدا أنه أنا بعزه أنه ليكي اليوم مثلاً هذه الطبخة ما كانت أطيب طبخة أنت بتعمليها، بس أنت عادة أكلك بعقد، هذا الشخص حيحس حاله استلع باله أنه يطبخ. بس إذا أنا اليوم قلت لك أنه ييه طبخة مش طيبة وأكلك كله مش طيب، هتحس حالك انه طب انا ما حتى عبالي ماني متحمسة ان اطبخ، هفكر انه الطبخ اصلا منه لإلي. يمكن انت او انت اذا عم تفكروا بالموضوع بتتذكروا اشياء، يعني انا هلأ صرت بـ30 بعدها في اشياء بحاول اطلع منها، يمكن سمعتها من رفقاتي او سمعتها من اهلي او سمعتها من محبين ما كان قصدهم، بس في اشياء الواحد بيسمعها. انت انانية، انت مش حنونة، انت بليدة، انت منك شغيلة، انت مغنجة، كتير اشياء الواحد بيسمعه ويمكن يصدقها لانه بفكر او بشوف حاله بعيون الاشخاص التانية. هيدا الشيء كتير مهم انه نحن نطبقه مع اولادنا، وكمان فينا نطبقه مع اولادنا بالاكل. يعني اليوم اذا طفل ما اكل اكلاته، اذا انا بيوم بقول انت ما بتاكل اكلاتك، انت بتعذبني بالاكل، او انت ما بحب الاكل، او هو ما بحب الاكل، او هو انتقائي او غيره، هيدا الطفل بصير بأنع حاله انه هو هيك وبصير جزء من هويته. انا اليوم كتير اكتشفت اطفال بالعيادة لما يجوا عندي، والاطفال اشتغلت معهم من حول العالم، هن مقتنعين انه هن مثلا ما بحبوا البندورة، لانه الام بتقول انه هو ما بحب البندورة، هو 3-4 مرات ما اكل بندورة، مش معناتها ما بحب البندورة. يمكن لو نحن ما عملنا له ليبلينج لموضوع انه ما بحب البندورة كشخص، يمكن 4-5-6 مرة حس حاله هيدا الطفل عباله يجرب بندورة، ولكن فكر أنا ما بحب البندورة، أنا كشخص ما بحب البندورة. فإتس very important إنه نحنا نترك للأطفال المجال إنه هن يعرفوا شو بحبوا وشو ما بحبوا، وما ننسى إنه الأطفال أوقات بيأكلوا منيح وأوقات ما بيأكلوا منيح، أوقات الأطفال انتقائية وأوقات منهم انتقائية، ولازم هن يبنوا علاقة مع الأكل، ومش نحنا نقول لهم شو بحبوا وشو ما بحبوا، ونفتح لهم مجال إنهم يكونوا experimental ويجربوا. ونهار اللي ما عبالهم إنه يأكلوا شيء معين، نقول إنه اليوم كارين مثلاً ما أكلت البروكلي، مش كارين انتقائية، اليوم كارين ما أكلت منيح، مش كارين ما بتأكل منيح. والشيمينج والليبلينج ايضا بيسببوا نوع من العناد بالشخصيات. يعني مثلا شو مره تعرفتوا على عالم بيقولوا لكم انه مثلا انا هيك، انا مثلا انا ما بحب الرياضه، مش انه طب اوكي لي يمكن 20 سنه ما حبيت الرياضه، بس ممكن هلا بلش انه انا حب للرياضه. الشخص بيتغير وذوقه بيتغير ووقته بيتغير حسب الظروف اللي هو فيها. او تعرفتوا على شخص انه مثلا انا هيك ما بحب البصل، طب بس يمكن مع الايام تحب البصل، ممكن واحد ذوقه يتغير. نحن لازم نشجع أطفالنا أولاً أنه ما تو ليبل دم، لحتى يكون عندهم روح التغيير ويكونوا يقدروا يتقبلوا التغيير، بالأخص إذا كان التغيير منيح لقلهم. وأيضاً لازم أنه نحن نشجعهم ودايماً نقلهم أنه الشخص بيتغير وذوقه بيتغير، and that's okay، it's fine أنه الشخص يتغير.
حبيت ألفت لكم نظركم على هيدي الشغلة تعلمتها. خبروني شو رأيكم بموضوع الشيمينج، هل أنتوا مجربينه حاسينه شخصيا، هل أنتوا بتشوفوه حواليكم، وهل بتحسوا أنه استعمال هيدا الأبروتش أو الأسلوب بساعد أنه الأطفال يكونوا انتقائية أو لا؟ لأنه أنا بقلكم من أكثر الأشياء اللي بتغير الانتقائية بعد ما الأهالي يشوفوني بالعيادة أو يحكوا معي، هي لما أقول لهم don't label them، وما تعطوهم terms يحدون، تركوهم هن يكتشفوا حالهم.